مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من رمضانيات. اليوم نتكلم عن صلاه التراويح. مش بس صلاه التراويح، يمكن كل شهر رمضان بتكثر فيه الروحانيات، تكثر فيه الصلاه، تكثر فيه العباده، وبكثر فيه ايضا قراءه القران، حفظ القران. بتنشهر هاي في جميع المساجد، بتلاقي المساجد الحمد لله امتلأت بالمصلين والمتعبدين والقارئين. عادة بتصير بعد صلاة الظهر وصلاة العصر في كل المساجد دروس، سواء حفظ قرآن، ترتيل قرآن، تجويد، دروس دينية. وهذه من مشاعر هذا الشهر الكريم، لأنه الناس بتكون عادة يعني بدها تتلقى الروحانيات الدينية في هذا الشهر. هذا شهر ديني، شهر روحاني، وشهر تقرب من الله سبحانه وتعالى، فبيعتبروه فرصة انهم يتقربوا من الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد الافطار الناس بتفطر وبتصلي المغرب وبتاكل. هلا ليش انا بدي احكي عن صلاة التراويح؟ يعني كلنا بنعرف شو صلاة التراويح، انا مش عم بدي اشرح عنها كتير، لكن صلاة التراويح لها رونق خاص في شهر رمضان. هي مكان للتروح. يقال ان الاسم المسمى جاء من تراويح وجمع، والفرد ترويحة، لأن الناس لما بيصلوا بعدين بيستريحوا، في راحة في الموضوع، بعدين في صلاة، بعدين في راحة. طبعا هي ناس بيصلوها 8 ركعات، وناس بيصلوها 20 ركعة حسب الطريقة اللي بهواها. أجين بيصلوا ركعتين بيرتاحوا، بيصلوا ركعتين وبيرتاح. لكن في بعض الدول عندهم بعض التقاليد لهذه الصلوات. مثال بلاد الشام، خاصة سوريا، بعد الركعة الرابعة يعني صلوا ركعتين بسلموا، ركعتين الثانية بسلموا، الركعة الرابعة بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بتردوا على سيدنا أبو بكر. بعد الركعة الثامنة بيصلوا، برتاحوا شوي، بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبتردوا عن سيدنا عمر. بعد الركعة 12 بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبتردوا على سيدنا عثمان. بعد الركعة 16 بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بتردوا على سيدنا علي. وبعد الركعة 20 بيصيروا يدعوا أدعية خاصة فيهم وبالرحمة وبالمغفرة، وبعدين بيصلوا التراويح والوتر. القصة فيها أنه هناك بعض الطقوس الجميلة في بعض الدول لهذه الصلاة، وطبعا هذه بتذكرنا عادة بجمال هذا الشهر. الصلاة هاي بتبدأ قبل رمضان بليلة عندما يعلن شهر رمضان، وتنتهي قبل يوم العيد، يعني ليلة العيد لا تصلى هذه الصلاة، وتصلى في قبل ليلة رمضان، هي افتتاحية رمضان، يعني آخر يوم من شعبان، وتنتهي قبل يوم العيد بيوم. طبعا هاي الصلاة هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها الرسول في المسجد وصلاها في منزله حتى لا تفرض على الناس، ما تصير فرض. فقال الرسول انه هذا هو الهدف منها، تركها في جماعة المسجد وصلاها في منزله وصلاها جماعة مع اهله. وهذا الجميل فيها انك تصليها جماعة. طبعا معظم الأئمة بيحاولوا يقرأوا القرآن وينهوا تلاوته خلال الشهر في هذه الصلاة، فهي فرصة أنك تخلص قراءة القرآن الكريم خلال هذا الشهر. طبعا أكثر بداية لها كانت أيام سيدنا عمر في صلاته، لما شاف دخل على المسجد ورأى الناس متفرقة في الصلاة، فقرر أنه يسويها جماعة واحدة، ومنها خرجت صلاة التراويح جماعة. إخوتنا الشيعة لا يصلوها، بيعتبروا أنها بدعة ولم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا شيء عندهم في المذهب. الركعات زي ما حكينا، في ناس بيصلوها 8 ركعات، ناس بيصلوها 20 ركعة، وتنتهي بصلاة التراويح، صلاة الوتر 3 ركعات. حكينا ما يقرأ فيها. عادة الناس بيستحبوا أن ينهوا قراءة القرآن، لكن كل شخص يستطيع أن يقرأ ما يحب. هي صلاة عبادة وصلاة تقرب من الله سبحانه وتعالى. الجميل فيها أن لما بتتقرب من أهل منزلك بجمع هذا المنزل،
طبعا الموضوع في بعد الصلاة اللي هي صلاة القنوت. صلاة القنوت يحبب أن تصلى في النصف الآخر من الليل، وفي ناس صلوها بعد صلاة التراويح، وخاصة اللي إحنا عايشين في الدول الشمالية هاي اللي في شمال الكرة الأرضية، الليل بيكون قصير عندك، وبالصيف خاصة بيكون قصير، فأصلا ما في وقت، فناس بيصلوها كتير بعد صلاة التراويح. اللي بيعرف عنها يعني ما شاء الله تمتلئ المساجد في صلاة التراويح، حتى في مساجد ترى الناس خارج المنزل قاعدة تصلي صلاة التراويح. تكثر المصلين في العشر الأواخر من رمضان، لأنه بيعتبروها هاي أفضل أيام في شهر رمضان، وبالتالي بتلاقي المساجد فعلا ممتلئة بهذا بالمصلين لصلاة التراويح. تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، ونراكم في حلقات قادمة إن شاء الله.